مجددا بجميع المشاهدين. بعد سنوات من العمل المتواصل أصبح نمر سعادة اسم معروف ومتداول في عالم الأزياء الخاصة بالرجال في لبنان وأيضا في العالم العربي. انتقلت موهبة الخياطة والتصميم عن نمر من الجد إلى الأب، وهو قام بتطوير هذه الموهبة وبتوسيع أفاق عمله. نظم نمر سعادة لغاية اليوم 6 عروض للأزياء تحمل اسمه، وصمم لشخصيات فنية عديدة عربية وعالمية. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميل توني نداف. دائما السؤال بيطرح حاله، دائما إذا أنا مصمم أو خياط، فيني أقول اليوم إنه نمر سعادة هو مصمم رجال الوحيد بلبنان وبالشكل الأوسط. ما بعرف إذا أنا اخترت تصميم الأزياء أو ربيت فيها، جدي كان من الخياطين المشهورين بهالدومين هيدا، وبعدين انتقلت لبيي، بيي أخذها بحرفية عالية، اشتغل فيها وكان جدي جدا، هذا الشيء أنا خلاني أحبها، ربيت بنفس الأجواء، هذا الشيء خلاني انتقل على مصر، بمصر اشتغلت معهم وحسيت إنه فيني أعطي فيها، ضليت 7 سنين بالقاهرة واشتغلت فيها، أخذت أنا اللاين هوت كوتير، من هونيك انتقلت على لبنان، درستها وفتحت أتوليه نمر سعادة. تصميم الأزياء الرجالي بنظري أصعب من تصميم الأزياء النسواني. بالدرجة الأولى هو أنه أنت اليوم بدك تصمم بشكل أنه يقبله كل شخص، من إذا كان رجل أعمال، إذا كان فنان، إذا كان سياسي، إذا كان رجل بيعوز يلبس بدلة كل يوم. هذا الشيء بميزه بالقماش، بطريقة التفاصيل الصغيرة اللي بتساعد، ألوان بيستعملها كل شخص لشغله، بدي أعرف هو شو مجتمعه تقدر أنا أقدم له شغلة بتناسب هالشيء. لليوم صرت مقدم 6 عروض أزياء، كل عرض أزياء بيتضمن دائما أفكار جديدة، مشات جديدة، قصات جديدة. أنا دائما من الأشخاص اللي بيأمنوا إنه دائما العروض الأزياء بتخلي الاسم يقوى تدريجيا، وهذا الشيء بناسب كل الأشخاص اللي بحبوا عروض الأزياء والعالم المرة. لبسنا بعض المشاهير تونيكس سلاش آدم لامبر، بالإضافة لبعض الفنانين العرب لبسوا كمان من تصاميمي واللبنانية أكيد. اليوم بعد ما صار دار أزياء نمر سعادة بيشمل الأكسسوار والبدل الرجالي، عم فكر اليوم نطلع للعالمية إضافة إلى أزياء النسائية. ويقوم المصمم نمر سعادة اليوم بتحضير مجموعة جديدة من الأزياء لربيع وصيف 2012. مشاهدينا فقرتنا مستمرة.